لتحقيق الأهداف. هذه الثورة هي تيار متدفق لن يستطيع أحد أن يوقفه حتى لو كان المجلس العسكري نفسه. دي تبقى مسألة في منتهى الوضوح. مسألة إحنا هدفنا واضح، نريد مصر دولة ديمقراطية تعددية تحترم كل الآراء وكل الاتجاهات. أولا أن يكون الفيصل فيها إلى صندوق الانتخابات وإلى الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. أي نموذج غير كده لن نقبله على الإطلاق. ولو وقف المجلس العسكري في سبيل أو إنه ما يسلمش السلطة، نحن أول من سيقف ومتنا جميعا شهداء. هذه رسائل لابد أن تكون في منتهى الوضوح والمسؤولية. نتعرف على والدنا، اسم حضرتك؟ اسم كويس عبد العالمين حسن، أنا بني سويف. بني سويف. أبو الشهيد؟ أبو الشهيد سيد أبو سعد عبد العالم حسن. مرحبا. حضرتك جاي من بني سويف. يا مرحبا. تحية كبيرة جدا لوالد الشهيد. تحية كبيرة جدا. نسمع كده يقول لنا ايه الكويت. السلام عليكم يا شعب مصر العظيم. السلام عليكم يا شباب مصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا من مبصير الملا، مركز الوسطى بمحافظة بني سويف. ابني كان في التحرير وعرفته سيارة شرطة وراحت شرطة. أول سبعة معاه دخلهم عربية شرطة. المحامي الحرس الفاجر بيقول تحريم العدل ملوش ذنب. قول الشرطه ملوش ذنب. قول الشعب اللي استعد على الشرطه بيقول الشرطه ما عندهاش ذنب. ولكن الشرطه اللي هزت شباب العده وهي اللي موت الشباب اللي نادر وهي اللي عدمتهم بحسن مبارك اللي بيعمل مريض وبيعمل اللي بيموت وبيعمل عيال عشان يخدع الشعب. شعب مصر اللي ما بيتخدعش ابدا، شعب مصر العظيم اللي ما بيخدش عليه حاجه، بس كان مضغوط على عمره، كان فاشل، كان ضاغط على عمر مصر كلها، كان ضاغط على شعب مصر والشباب والكبار والمسلمين والنصارى وكله كان ضاغط عليه. حسن مبارك اللي بيعمل المريض اللي معاه اللي بيدافع عنه، فريد الزمن الظالم، فريد اللي مش ظالم. ابن الظالم فريدين حسبي الله ونعم الوكيل في فريد الدين. الله يتاب منه، الله يتاب منه. عاوز تبرع حسن مبارك على شعب مصر. عاوز يكذب شعب بحاله، شعب 90 مليون بيكذبهم.